كيفكم حبايب قلبي؟ أهلا وسهلا فيكم بمطبخ لبوش. بحب بالبداية أذكركم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اليوم عنا وصفة هي وصفة البستو صوص. البستو اللي رح أعملها اليوم اقتصادية كتير. طبعا في صبايا كثير قالوا لي انها يعني غاليه، الصنوبر غالي، الريحان غالي ومش دائما بنلاقي وهيك، فانا جربت هاي الطريقه. هي الطريقه الماما علمتني اياها لبستو اقتصاديه، وهي من الجرجير والفستق الناي. هذا اوكي، جرجير وفستق ناي. الجبنه العلب انا ما قطعتها مشان افرجيكم، الكنز الزرق وملح وثوم وزيت زيتون، اهم شيء زيت الزيتون يكون بكر، زيت زيتون طيب، الباقي بيكون سهل كثير. عندي 100 جرام جرجير، ورق الجرجير 100 جرام، عندي نص كاس فستق ناي مش محمص، بتحبوا تحمصوه شوي بصير، بس هو بالعاده ناي، كاسة زيت زيتون مش ملانه. انا حاطه هون 5 حبات ثوم، هي يعني 2 كبار، ناس بحطوا 1 3 وسط، هدول لانهم صغار كتير، في هدول صغار. اوكي، عندي نص معلقه صغيره ملح، وهاي الجبنه 200 جرام. هلا كله راح احطه بالفود بروسيسر. اول شيء راح احط الفستق اوكي، وراح اطحن وارجع لكم احط الباقي مع بعض. شايفين كيف نعمت الفستق؟ نعمته قبل. هلا راح احط عليه الثوم، وراح انزل الملح، وراح اطحن شوي، وبعدين بنزل الجبنه او حتى الجرجير بعديها. فرمت انا الثوم والفستق والجرجير والملح اوكي، شايفين كيف. هلا اني ما بدي ازعجكم، راح احط بالتناوب وهي شغاله، راح افتح الغطاء من هون، راح احط زيت الزيتون والجبنه بالتناوب، لانه اذا بحط الجبنه هلا راح تلزق في الماشين وما راح تزبط. هياتني خلطتها، ما بقدر اوصف لكم الطعمه شو طيبه، صدقوني ما بتفرقوها. شايفين الجبنه، انا عم بحاول اقرب لكم المقدار، انا صراحه بعملها نظري. الجبنه هدول 70 جرام وزنتهم، يعني مستعمله 130 جرام، حتى 100 جرام بكفي، بتقدروا بس 100 جرام. الزيت، زيت الزيتون رجعت زدت ربع كاس، يعني كاس وربع زيت زيتون و 130 جرام جبنه. اوكي، بتقدروا تخلوها ل 100 جرام، برجع بقول لكم اذا بدكم اياها يعني اطرى من هيك. ماشي، هاي على خبز التوست محمصة، ما بقدر اوصف لكم الطعم، تطلع بجد روعة. خليني اقدم هلا لكم. هيك البيستو الاقتصادي صار خالص، يعني بجد ما تفكروني ببالغ، الطعم خيال، كتير طيبة. هلا انا رح اضبط لكم المقادير، رح اضبطها على 100 جرام مشان هي طلعت هيك جامدة، انا بعملها جامدة بس لما باجي بطبخ بخففها بمي، عرفتوا؟ بتطلع اذا بدكم اياها هيك بتعمل لكم كمية اكثر اصلا، لما بتخففوها بمي وبتعملوها مع الباستا، بدكم تعملوها ساندويتشز، ايش ما بدكم يعني ديب بتقدروا. بعدين بتقدروا تفرزوها بالفريزر، انا بحطها باكياس اكياس وبرققهم وبحطهم بالفريزر، بحط عليهم التاريخ، وقت ما بدي باخذ كيس وبستعمله. فريتوا صحة وهنا على قلوبكم، جربوها رح تنبسطوا من النتيجة كتير، ما بتفرقوها عن البستو صوص. صحة وهنا على قلوبكم، love you all.